بيت الهنا. اهلا بكم حبابكم عشرة، دايما احنا بنرحب بكم مشاهدينا. علموا النشأ علما يستبين به سبل الحياة، وقبل العلم أخلاقه. احنا الليلة حنتحدث كيف انه احنا نمرن أبنائنا على سبل الحياة وننمي مهاراتهم في العطل والإجازات الصيفية، وبالتأكيد باستشارة مختص دكتور السر الشيخ أستاذ بجامعة النيلين. أهلا بك يا دكتور السر. أهلا وسهلا. بداية، في أهمية للعطلة الصيفية يا دكتور في رأيك؟ نعم، أهمية كبيرة بدرجة كبيرة جدا. تتمثل في شنو؟ بعد مرور عام دراسي شقي فيه الأبناء والآباء والأمهات والأسر، العطلة الصيفية هي فرصة للاستجمام والراحة وتهدئة الأعصاب والأوصال جراء الأيام القاسية في التحصيل الدراسي والواجبات والامتحانات، خاصة الامتحانات النهائية سواء كان في مرحلة الأساس أو المرحلة الثانوية. وبالتالي العطلة مهمة جدا للترويح وللراحة، ومهمة أيضا للوقوف مع الذات وتقييم الذات. نعم. والآخرين يقيموا جهدهم، الآباء والأمهات يقيموا جهدهم تجاه أبنائهم، وأبنائهم يقيموا جهدهم، وبالتالي تكون الانطلاقة الكبرى إن شاء الله بعد العطلة الصيفية، لأنه يشوف الحاجة المكتملة التي خططوا إنها تكون للسنة الجاية. نعم، إضافة إلى ذلك إنجاز بعض الأشياء التي يمكن إنجازها كما ذكرت أنت في المقدمة. نعم. فرصة أيضا لتعليم مهارات وتعليم أشياء في ناس يا دكتور بيشوفوا إنه خلاص المدرسة انتهت، معناها وقتك في يدك وما عندك مشكلة، لا في أستاذ بيناديك ولا عندك حصة ولا عندك دوام، فخلاص الإجازة دي بتعني له خلينا نقول التسيب في الوقت. إذا كان العام الدراسي كان عام مقلق بالنسبة للآباء والأمهات وبالنسبة للمربين في المدارس وإدارات التربية، فإنه الإجازة الصيفية تلقي بعبء أثقل في تقديري، وإنه مسؤوليتنا تجاه أبنائنا في الإجازة الصيفية مسؤولية أكبر من مسؤوليتنا عليهم هم في المدرسة. كيف المسؤولية؟ لأنها مربوطة، لأنها فيها فراغ، تختلف الآراء وتختلف المدارس وتختلف الرؤى في كيفية ملء هذا الفراغ. هل ممكن ننمي فيها مهاراته؟ نعم، هي فرصة أيضا لتنمية المهارات وفرصة لتحقيق كثير جدا من الإنجازات في المجال التربوي، في المجال الاجتماعي، في المجال الثقافي. نعم. وإذا عرفنا إنه الفرد تتم تربيته من واقع عناصر أساسية، التربية الوجدانية ما يتعلق بالقيم والميول والاتجاهات والاهتمامات، كذلك التربية العقلية ما يتعلق بالعقل والفهم والتحصيل والتركيب والأشياء التي لها علاقة، كذلك المجال الآخر في التربية والعنصر الثالث المهم جدا هو المجال النفسي حركي. نعم. يسمى السايكو موتور دومين أو المجال النفسي حركي، اللي هو فيه المهارات، اللي هو فيه المهارات. نعم. بمعنى إنه المهارات والعادات وما فيها التربية الرياضية والتربية الذهنية، ننمي مهارات الذكاء، فرصة أيضا للألعاب لها علاقة بمهارات الذكاء بالإضافة للمهارات الجسمية. لكن إحنا حنحاول نشوف بعد الاستطلاع نكمل. نعم. حديث بيت الهنا. يعني ممكن يكون فيها جانبين، جانب بتاع كورسات صيفية اللي هي لغات انجليزي حاسوب حاجة بالشكل ده، والجانب الثاني اللي بيعتبره أهم إنه تغيير الجو بتاع العاصمة وناية، إنه نحن بنمشي لغالبا بنقضي الإجازة غالبا في الشمالية. تتفاوت من طفل إلى طفل حسب قدراته الذاتية وحسب ميوله التي تتضح من خلال ما يمارس من ألعاب، من خلال ردوده على أو رد فعله. كل واحد بيميل لشنو، يعني ممكن تلقى ولد بيميل للسباحة، تلقى ولد بيميل للكورة مثلا كرة القدم، كل واحد بيحب حاجة معينة، انت تحاول تشوف الحاجة اللي بيحبها وتساعده. بيت الهنا. كنت يا دكتور بتحاول تدينا تصور ليوم يعني فارغ تماما من أي محتوى، وكيف انه احنا ممكن بتكون يعني صعبه على الوالدين وعلى المسؤولين، عايزينك تحدثنا انه كيف في ظل هذا
الظرف اللي هو العطلة واليوم الفارغ إحنا ممكن ننمي في أبنائنا حاجاته؟ يعني أبدأ وأقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمة الصحة ونعمة الفراغ. فالفراغ ده بقى مشكلة كبيرة جدا بالذات في الوقت الحالي اللي إحنا بنعيشه. نعم، المشاهدات الفضائية، البرامج الأخرى، الأصدقاء اللعب أو رفاق اللعب أو الشلة أو النظائر، الشارع الذي أصبح شكله يختلف عن الشارع في السابق طبعا، شارع مليء بأشياء لا يمكن أبدا أنه نحن نعمل عليها كنترول أو إحاطة. وعليه نستطيع تستطيع الأسرة بقليل من التركيز أنه تعمل وصفة، كل أسرة بحسب كما ذكرت استطاعتها تحدد ماذا نفعل لأبنائنا في هذه العطلة. نعم. في ناس طبعا بيسافروا المصطفين، يعني أول بيسافروا. خطوة عشان إحنا نقدر نضيف. نعم. شيء عليهم نحدد الأول نحن ماذا نريد أن نفعل في هذه العطلة. نعم. وهل الأبناء في حاجة إلى أنه مثلا يسافروا برا؟ هل في حاجة إلى رحلة ترفيهية؟ هل في حاجة إلى تعليم بعض الأشياء؟ هل في حاجة إلى مثلا دروس تركيز خاصة للمقبلين على امتحانات نهائية؟ نعم. هل في حاجة إلى أنه الأبناء مثلا يمارسوا بعض الأنشطة؟ نعم. في المجتمع، في الأندية، مراكز الشباب والرياضة، المكتبات العامة. هذه جميع الأسئلة هذه يجيب عنها المشرف التربوي في المدرسة ويجيب عنها الوالدين. إنه والله من الأنسب إنه عطلة فيها 3 شهور أو أكثر لابد من أن تستثمر خير استثمار، وده بيجي بجهة الجهات دي اللي هم المدرسة والبيت. أيوة نعم. طيب بعد ما عرفنا احتياجاتهم، نبدأ بتنفيذ هذه الاحتياجات وفق إمكاناتنا وقدراتنا وفق الوقت المتاح لنا. نعم. لأنه أحيانا الأسرة تكون مشغولة أيضا بمسائل اجتماعية، تكون مشغولة بأشياء لا علاقة بالمعاش. نعم. وبالتالي لا يتمكنوا من أنه يوفوا هؤلاء الأبناء حقهم في الرعاية والاهتمام في العطلة. لكن في كل الأحوال لابد أن نتصور ماذا نستطيع أن نقدم لأبنائنا في العطلة الصيفية. نعم. ولكن في حاجة مهمة جدا، لابد أن تكون المدرسة في ذهنهم. أيوه. لابد أن يكون المقرر الدراسي في ذهنهم. نعم. لأنه 3 شهور انقطاع التلاميذ، 3 شهور عن العام الدراسي وعن المدرسة وعن الجو الدراسي، هذا يأتي بنتائج سلبية جدا. شنو المهارات اللي ممكن ينموها لهم في فترة زي 3 شهور؟ مثلا زي حرفة مثلا النجارة، حرفة الحدادة بالنسبة للأبناء مثلا. تدريبهم على مثلا الإذاعة مثلا، إذا كانت تكلمنا عن الإذاعة. هي فيها جانب تطبيق تربوي في المدرسة اللي هو كأنشطة الجمعية الأدبية كأنشطة. نعم. في حرف وفي مهن أخرى مثلا كما ذكرت لها علاقة ب يدوية، أعمال يدوية. نعم. فيها إكساب مهارة بالمناسبة، وفيها تعليم صنعة يعني إذا كان. لكن أنا عندي رأي مثلا، في رأيك المهارات الزي دي اليدوية والتقنية دي برضو بتنمي فيهم الجانب الاقتصادي مستقبلا؟ يعني أنا في عندي تحفظ في مثلا الجانب الاقتصادي دي، لأنه التلميذ في عمر صغير أول ما يبدأ يحس بقيمة الفلوس وأهميتها تركيزه قد ينصب في جزء من حياته على مسألة الفلوس هذه. لكن دي إذن جانب سلبي لازم الآباء ينتبهوا. نعم. يعني يكون بقدر التعليم. نعم الحديث. أنا أركز على الجانب التربوي في المسألة دي اللي هو الآباء إذا كان عندهم إمكانية إنه يأتي في ورش لمعارف من غير ما يفكر في مسألة الفلوس، يعني علموا هذه الصنعة. نعم. يستفيد منها من غير ما تعطي فلوس أو تدي حافز أو شيء يعني المصروفات، لكن ما تكون حاجة بغرض الربحية أو الاستثمار. لأنه أول ما يضع التلميذ في ذهنه مسألة الفلوس والمال والعائد الاقتصادي وهذه قد تؤثر، لكن عندها قيمة أيضا لا أنكر أنه عندها قيمة معينة أنه يتعلم مهنة لنفسه يعتمد على نفسه ولا على الآخرين. نعم. لكن ما تكون له هم، لأنه أنا لاحظت أيضا في مجتمعنا في الفترة الأخيرة دي الناس بتركز أنه أنا ماشي أطلع مصروفات المدرسة. أيوه. ماشي أطلع مصاريف المدرسة، لأنه يعني بدأ يشكك حتى في أشياء كثيرة غيبية ويشكك في قدرة البيت على إيفاء بمتطلبات المنزل وخلافه. حتى البنات صاروا يفكروا في العطلات إنه نحن عايزين نطلع مصاريف المدرسة. يعني ممكن في حدود ضغط نفسي. نعم. يعني نعم. متحمل عبء أكبر من سنة. نعم. في حدود وبتوجيه معين وبضوابط معينة في أماكن معينة معروفة لدى الأسرة. نعم. لأنه لا مانع من إنه يتعلم مهنة ينمي مهارة. في ناس عندهم مهارات يلاحظوها الآباء
ويلاحظوها أولياء. أنا كنت عايزة أسألك، المهارات اللي بيلاحظوها الآباء غير جانب التحصيل العلمي والأكاديمي عندهم، اللي هو أنت قلت برضو ما نهمله أثناء العطلة، يعني مثلا بلاحظ أنه عنده اهتمام مثلا بالموسيقى ممكن يتميز فيها، اهتمام بالرسم، كيف ممكن ينمو المهارات دي فيها؟ ما نعم، نحن في أماكن وفي دور لتنمية مثل هذه المواهب أو المهارات، في دور ثقافة، في أندية، في مراكز شباب، في تقريبا مكتبات عامة. الآن أصبحت عندنا مكتبات عامة فيها مثل هذه الأنشطة. لكلها ممكن أولياء الأمور يحاولوا يأخذوا معهم أبنائهم إلى هذه الدور، وبإشرافهم هم وإشراف جهات أخرى تستطيع أن تغرس فيهم قيم معينة، تعليم المهارات بالإضافة للحرف والمهن. نحن نتحدث عن مهارات واتجاهات معينة أو ميول اهتمامات تشبع الجانب الوجداني لدى هؤلاء، وجوانب أخرى تنمي المهارة العقلية زي الكمبيوتر مثلا والإنترنت وخلافه، والتعامل مع الكمبيوتر والتعامل مع النت في أشياء كثيرة جدا، حل مشكلات معينة ينمي المهارات العقلية. الجوانب الأخرى الرياضية تمارس في دور الرياضة مثلا، سباحة، في ناس عندهم إمكانيات ما شاء الله، ركوب الخيل مثلا، الأنشطة الأخرى، التنس مثلا. يعني أنت شايف أن المهارات زي دي نحاول إحنا نديها مزيد من الاهتمام، ويحبذ لو وديناها لمختصين عشان ينموها بطريقة في أندية حتى موصولة بمؤسسات تربوية زي المدارس مثلا والجامعات ترعى مثل هذه المهارات، ونستفيد بنشعر أو بنحس أنه التلميذ في هذه العطلة، العطلة لم تكن عبث وإنما كانت عطلة مثمرة جدا تحققت فيها فوائد. تأثر عليه أكاديميا لما يرجع للدراسة؟ بالتأكيد تأثر عليه أكاديميا، وتجعله هو مبادر ونشط، وتكسب قيم لا تتوفر له وهو عاطل أو هو يعني عبثا يقضي عليها. طبعا بوجودكم أنتم كمختصين في مجال التربية، ربنا يديكم العافية، سعدنا بهذه المعلومات القيمة اللي أديتنا لها دكتور السر الشيخ أستاذ بجامعة النيلين، شكرا لك. ولكل الآباء والأمهات، أبنائكم صفحة بيضاء ممكن أن تكون مليئة بالزهور، ممكن تكون مليئة بالأشواك، وبالتأكيد كلنا عايزينهم يكونوا مليئين بالأشياء الجميلة والمزهرة والمتفتحة. حنضيف لكل ربة بيت حاجات تفتح ذهنها في مجال الطبخ. خليكم معنا الفقرة الجاية، طبق اليوم. بيت الهنا مشاهدينا، وزي ما عودناكم كل يوم طبق جديد في فقرة الطبخ. شيف عادل عبدوم، كيف أحوالك؟ مرحبتين بك يا أستاذ صاحب، مرحبتين بمشاهدين. حابين نتعرف على طبقنا؟ الليلة عندنا نودلز، اللي هي مكرونة صينية مع الجمبري. نعم، مكوناته شنو؟ مكوناته في النودلز نص كيلو، أيوة، وجمبري ممكن ربع كيلو، وبصل أبيض، بصل أخضر، فلفل أحمر، ثوم، وصويا صوص، وزي السمسم، ووستر صوص، سكر وسمسم، ملح، فلفل، وموية. نعم، زيت. نتعرف على ريتو. مراحل الطبخ. اولا المكرونه دي شكلها خفيفه جدا طبعا دي اصلا هي ما بنعتبرها احنا مكرونه زي الايطاليه. يعني دي النودلز اقرب للشعيريه. فنبدا طبقنا، ناخد طوع على النار وبنديها زيت. هنا احنا عندنا زيتين، زيت زيت نباتي وزيت السمسم، زيت برضه نباتي. زيت السمسم طبعا هو ما زي الزيت يعني بتاعنا في السودان اللي عندنا العادي، الزيت السمسم بتاع التشاينيز، لانه الوجبه ممكن تعتبر اكثر حاجه من شرق اسيا. أيوه. عندهم الزيت السمسم بتاعهم لازع يعني شوية. دي من المطبخ بتاع شرق اسيا، شرق اسيا المطبخ. فدي شويه لازع، عشان كده بنستعمل منه بسيط بعدين في المكرونه. نعم. فهنا نقطع البصل بتاعنا. انا كنت عايز اسالك على الصوص، احنا هسه عرفنا الانواع الثانيه بتاعت الصوص، لكن الصوص اللي انت ذكرته الاخير ده هو مكون من شنو؟ الوستر صوص ده برضو من 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 أصداف مصداف البحر. يعني دي طبعا حاجه بتيجي جاهزه، ما بتتعمل في في المتابل. وستر صوص، وستر صوص يعني الصوص الشرقي؟ لا مش وستر يعني شرقي، وستر ده قلت لك نوع من حاجه من صدفات البحر، نوع من انواع الاصداف. ايوه، اصداف البحر. نعم. فده الصوص بتاعه، يعني زي بتلاقي مثلا الصوص بتاع جمبري، يعني الحاجات زي دي بيطلع منها مثلا بتكون جاهزة في الحاجات. ايوه، بس شغل بتاع كيميكال، شغل بتاع مواد حافظه ومواد
فبخش بتكون بالطريقه دي بتجينا بالطريقه دي. يعني بتكون متواجده في السوبر ماركت مو في المتواجده. لو ما عندنا ممكن يعني ما عندنا ما يعني ما ما يعني البديل لها شنو؟ ما شرط ما او اول ميزه فيها في الطعم شنو؟ يعني هي دي بين طعمين حادق وحلو. في ناس مرات بيعملوا العرديه بتاعنا ده بالضبط ممكن العرديه، لكن انا ما شرط اعمله يعني ممكن انا السكر بالاضافه اللي هو خليه حليب شويه خليه يعمل زي الكراميل. فبندي نحط البصل بتاعنا والثوم كلها بنعملها سوتيه والجمبري برضه بنخطه معاهم. وعلى الجمبري وزي ما قلنا ما بياخذ نار كثيره. شنو النوع الثاني من يعني من كائنات البحر ممكن تتعامل بنفس الطريقه؟ السمك يا نوع ممكن السمك العادي اي نوع من انواع اي نوع من انواع السمك ما في مشكله. وممكن المحار برضه المحار ممكن يتعامل عادي برضه ما في مشكله يعني. لكن بس عاده دي هنا الجمبري وحتى احنا انا جمبري بعرفه استوى في النار كيف قلنا احنا باللون نعم لونه بيبقى ذهبي وياخذ الشكل بالثاني يعني مسلوق يعني. حتى الريحان ده انا عايز استعمله هل احسن انه يسلق بعدين يتحمر؟ لا بس احنا بكون حتى لو هو ما مسلوق يعني عادي ما عنده مشكله بكون بيدي طعم اكثر بينزل مويته جوا، لكن هسه انا سالكه ممكن يدي طعم اقل من الطعم العادي. يفضل يعني في ناس بفضلوا الطبخه دي الجمبري بكون بالقشر بتاعه. هنا برضه انا بستعمل الريحان نعم في الطبخه. الريحان برضه بدي نكهه قويه يعني. انا حنخليك تقلبه على النار وتضيف له الملح والبهار واحنا نشوف الفوائد والنصائح لطبق الجمبري مع المكرونه. بيت الهنا. شيف واحنا بنستمر في تقليب الجمبري مع البصل والبهارات والفلفل والثوم في حاجه ممكن نحضرها ثاني في الطبق؟ اي هنا الطبق ما احنا قلنا المكرونه اصلا جاهزه يعني المكرونه هي اللي بتاخر دائما نعم لكن المكرونه جاهزه نحب شويه نخلي انت المكرونه مجرد انه نقعناها في المويه خلاص بتعتبر جاهزه؟ هي جاهزه اصلا ما قلنا دي ما زي المكرونه العاديه اللي هي دي شعيريه ايوه فبس بتاخذ مويه مغليه يعني؟ لا مويه عاديه مويه عاديه بتقعد لها زي عمليه بتاعت 30 هاي 30 35 دقيقة وبكده تعتبر جاهزة فهسي هي اصلا بتكون ناشفة يعني لما تكون تبقى طرية بتتكسر كده بتتكسر لكن دي يعني بقت زي الليستك بتتنطى معانا عادي فبنخلي الطبخة بتاعتنا لما تغلي نديها سكر سكر ملعقتين من السكر و الويستر صوص اللي قلنا الويستر صوص يعني لو صوص. ما في مشكله بنضيف شويه من السمسم وبعدين بنضيف نضيف له هنا بعدين السمسم والصويا صوص صويا صوص. وطبعا معظم الاطباق بتاع شرق اسيا معروفه بانهم بيحبوا يستخدموا الصويا وبالنسبه لناس الهند والحته دي بيحبوا الكاري الكاري بالضبط فدي كلها بهارات لو دخلتها ربه البيت السودانيه على طبقة يعني برضو بدي نكهة مختلفة عن البهارات التقليدية اليومية وفرصة إنها تجدد المذاق والنكهة. هنا المكرونة طبعا شكل النودلز يعني في التاخر شكلها طويل طبعا هم بياكلوها مرات بالعيدان بتاعتهم دي لكن احنا برضو عشان نخفف انه ممكن نقسمها ممكن عشان ما تكون طويلة جدا يعني هم بياكلوها طويلة جدا لكن بالنسبة لنا احنا عشان بناكلها بالشوكة هم بياكلوها بيلفوها لف بالعصايات بتاعتهم ايوه هي المكرونه الصينيه معروفه يعني. انها بتكون طويله جدا زي الحبال وطريقه اكلها برضو صعبه شويه لكن ممكن لو حابين يعني يعملوا اكله صينيه يخلوا المكرونه طويله اذا عايزين يدخلوها شويه على المطبخ السوداني يقطعوها انا هخليك بتجهز فيها يا شيف ونذكركم مشاهدينا بمكونات الطبق.
بيت الهنا. شيف عادل، المرحلة الأخيرة هي شنو؟ هي بننزل ما قبل الأخيرة، يعني حنضيف المكرونة مع الخلطة بتاعت الجمبري والبصل والفلفل والصوص بأنواعه والبهارات والملح. أنت قلت هي أصلا مستوية، لكن حنضيفها معه عشان تكتسب الألوان والطعم منه. نقلب. مرات بنشوف الصينيين بيخاطين حاجات كده لونها بمبي وأصفر، دي بتكون شنو يا شيف عادل؟ لا، كل الأغلب الناس عندهم طبعا خضار، احنا مثلا ما عندنا، أول الدول العربية ما متواجد. نعم. حتى الأسماك بتاعتهم يعني بتختلف من الأسماك العادية. أيوه. بتلقي مثلا في الألوان فلفل، بتلقي نوع من أنواع الفجل يختلف من الفجل اللي عندنا، حتى عندهم مسميات ما عندنا هنا يعني. نعم. ممكن حتى الفندقيين يعني إذا الفندقيين اللي بيكونوا يشتغلوا في المطاعم الفايف ستارز في المطاعم الصينية حتى ممكن يعرفوا يعني. عندهم الطحالب. أيوه. الطحالب تتجفف في العمل أكلة. إحنا معروف إنه الطحالب عندنا طبعا حاجات غير ما مستساوى. فكده عندنا المكرونة بتاعتنا جاهزة، النودلز. فالريحان، شوف الريحان شكله يعني، الريحان متواجد في كل حتة، فرهد في البيوت، بتزرع الريحة برضو، بتوفر في معظم البيوت السودانية، ده استخدام جميل له. فحتى شو في يعني، هو أغلبه شغل إيطالي، احنا أضفناه هنا بس عشان ندي نكهة، لكن هو أصلا الريحان يعتبر يعتبر إيطالي. وريحته جميلة جدا يعني، واضح إنه قطف في وقت قريب. آخر حاجة احنا في طبقنا بنضيفها الريحان. ما بياخذ زمن، وحتى نخلي الريحان يعني. نعم. عشان ما يدوب لنا. أيوه. نخليه حتى نخذ منه شكل كبير، مهم انه يكون لونه اخضر يعني ما يدبل. نعم. نعم. بعدين كل ما اخذ ناس كثيره كل ما بقى اسود زاد. نعم. ما بدينا الطعم اللي عايزينه احنا كده. هي اهم حاجه في الاكلات البعيده عن المطبخ السوداني انه احنا نجرب الطعم، عشان شوية شوية كده بنألفه وبنجدد تناولنا للخضروات واللحوم بطريقة مختلفة يعني. وصلنا لمرحلة التقديم. دي الكمية الكبيرة اللي احنا كنا شغالين فيها. موية سخنة عشان ما يدينا الشكل بتاعنه يعني، هو كده يعني كان مستوي تماما. لو كان اخذ نار اكثر من كده يمكن كان شكله ما حيكون جميل. وبعدين لو احنا اصلا خدناه من البدايه في نار، احنا كنا بنحطه في مويه سخنه، في مويه عاديه عشان نص ساعه، عشان بس يبقى لنا مرينه معانا، لانه عجنته مختلفه عن المكرونه وخفيف ما بتحمل نار كثيره. نعم. وبالاضافه كده شكل الطبق نفسه مزين بشكل الجمبري وبشكل ريحان الخضروات. اضيف له بصل. بصل ابيض. ممكن نقول بس الاخضر، لكن جزء ابيض يعني منه. نعم. بس دي اشكال يعني بس عاديه، بس انه تطفي اللون على. أيوة. الطبق. الالوان لما تكون مختلفه في الطبق تدينا. احنا كنا اضفنا الفلفل الاحمر ده في الطبق نفسه، لكن نعم. الطازج برضه له لون جميل. حتى البصل اللي احنا اضفناه يعني. حتى البصل اللي احنا خدناه. ايوه. خضار الطازج بتدي برضه لون جميل ومشرق للصحن. الريحان برضه، الريحان ده يا جماعه بتمنى والله يعني. المره دي شايف انت مزين الطبق بنفس مكوناته. تسلم يدك يا شيف عادل، وان شاء الله المشاهدات الشافونا ما يترددوا في انه يعملوا الطبخه دي، لانها من مطبخ شرقي. نجرب الطبخات ونشوف الطعم، واكيد حتعجبكم. hana@shuruq.tv، دائما راسلونا على الايميل ده، وان شاء الله اللي بيجربوا الطبق ده ياكلوه بالهنا والعافيه. والى لقاء جديد في بيت الهنا. بيت الهنا.